نهار 3/25/2021 غادي تواصل غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة السينا في مدينة جديدة. غادي تواصل محاكمة هذوك اللي قتلوا شي متقاعد مرشي فيرما بمنطقة بني هلال في سيدي بن نور، قتلوه وسرقوا ليه الموتور والتراكتور ودابا كيتحاكموا هما ستة بهم، فيهم أربعة معتقلين بالسجن وجوج مسرحين اللي في حالة سراح متابعين بجنح إخفاء شيء متحصل عليه من جناية وعدم التبليغ عن وقوع جريمة. أما الأربعة الآخرين فمتابعين بجنايتي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والسرقة الموصوفة المقترنة بظروف تشديد، وهي التهم اللي يقدر توصل العقوبة ديالها حتى الإعدام أو السجن مدى الحياة المؤبد، حيث القتل عمد ومرفوق بجناية واحدة أخرى هي السرقة الموصوفة. ما نسبقوش الأحداث، وماشي حنا اللي غادي نحكموا عليهم، المحكمة ديال الجنايات هي اللي عندها الصلاحية القانونية الكاملة باش تحكم وتكون القناعات ديالها، أما حنا فغير كنديروا تخمينات. نعطيكم معلومات على أجواء هذه المحاكمة قبل ما نرجع نسترجع كيفاش تقتل الضحية، وهو الإشارة متقاعد كان خدام في معمل السكر في مدينة السمامرة، الله يرحمه ويوسع عليه ويصبر العائلة ديالو اللي تفجعت فيه. المحكمة ديال الجنايات الجديدة أجلت المحاكمة ديال المتهمين في 10 ديال الجلسات السابقة ملي تحال عليهم الملف ديالهم، هذه تقريبا شي عام وبالضبط في 7 أبريل 2020، وذلك بعد انتهاء التحقيق التفصيلي اللي تجرى معهم من طرف قاضي تحقيق بنفس المحكمة، وهذا التحقيق كان دام تقريبا شي 6 شهور. علاش أجلت المحاكمة؟ الأسباب مختلفة ومتنوعة، ومنها عدم حضور المتهمين المسرحين وضرورة إحضار المتهمين الأربعة من السجن، حيث الدفاع ديال المحامين اللي كينوبوا عليهم تشبثوا باش تكون المحاكمة حضورية، يعني يجيبوهم من الحبس ويستنطقوهم تمك في القاعة وماشي عن بعد كما هو جاري به العمل في المحاكمات الحالية ملي بدات كورونا، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من هذا الفيروس. بعد هذه اللمحة عن أجواء المحاكمة نرجعوا دابا نهضروا على هذه الجريمة البشعة اللي وقعت في أكتوبر 2019. في ديك النهار توصلوا الجدرمية ديال المركز القضائي بسيدي بن نور بشي إخبارية كتقول باللي لقاو شي سيد ميت مكتف وميت في الفيرما، الضحية هو في 60 من عمره، ولقاو الجثة ديالو في منطقة بني هلال، والجدرمية مشاو لتماك وعينوا الجثة وصوروها وداروا محضر معاينة الكيفاش كانت الجثة وشنو عليها من أثر وجروح. إذا كانت شي جروح أو علامات داروها في المحضر ومشطوا مسرح الجريمة قبل ما تهز الجثة للمورغ باش تشرح بناء على أوامر الوكيل العام. الضحية الإشارة كان كيعيش بوحده في شي بيت في ديك الفيرما وكيخدم الأرض وعايش مهم بحاله بحال الناس. بنته ما كانش معاه، وهو كان عنده عداوة مع شي خوه وخواتاته، والسبب هو الورث، لكن الخوت والخواتات ما يمكنش يقتلوا خوهم ولا يأذيوه، عزيز عليهم وخا مشكل الإرث اللي وقع ما بيناتهم. معينة الأولية ديال الجدرمية أكدت أن الضحية مقتول، عنده شي جروح بالغة في أنحاء مختلفة من الجسم ديالو، وزايد مخنوق حيث كان دايرلو الشيفون ومكتفين، والموتور ديالو والتراكتور ما لقاوهمش تماك، يعني أن اللي قتل كان بدافع السرقة، وهذا هو التخمين الأول اللي انطلقت منه الأبحاث. هذه الأبحاث استمرت أياما، والجدرمية كيقلبوا فيها على شي بيس اللي قدر توصلهم للجونات، حتى دازت تقريبا شي 5 أيام ملي وصلهم الخبر العثور على التراكتور ديال الضحية، وذلك في فيرما ضواحي منطقة سيدي إسماعيل، في لقاو التراكتور ولتماك مشاو باش يشوفوه ويديروا الأبحاث اللازمة ديالهم. مول الأرض في لقاو التراكتور سمعوا ليه في محضر رسمي وقال لهم انا يلاه شريته هذه تقريبا يومين، شي واحد كان عارفه هو اللي توسط لي باش نشريه وعطيته الحلاوه ديالو. هاد الوسيط وصلوا ليه طبعا في زمن قياسي، حتى هو داروا معاه لونكات باش يعرفوا منين جا وشكون هو اللي باع هاد التراكتور. هذا اعترف بكل شيء، قال لهم باللي نسيبه هو اللي سرق التراكتور، وقال ليه يقلب ليه على شي شراي، وهضر مع الاول اللي اتفق معه وشراه، وطبعا الجدرمية مشاو جابوا النسيب وهو الإشارة خدام في شي مخزن ديال البوطة في كازا.
بوتاغاز عفوا فين خدام. هذا المتهم تم الوضع ديالو على الحراسة النظرية لفائدة البحث اللي كيجرى، واستمع إليه وهو الإشارة عنده سوابق قضائية سبق له دوز 3 سنين ديال الحبس، والتهمة هي جناية الاغتصاب، ودابا غادي يزيد سابقة واحدة أخرى بعقوبة أكبر. طبعا هذا المتهم اللي خرج من الحبس تزوج، قال غي يدير عش زوجي وربما يعفو عليه الله، ودابا عنده بنيته مع مرتو، وهذا الوضع الاجتماعي الجديد فرض عليه باش يقلب على المصروف، يخرج يخدم يجيب المصروف، ما يبقاش يتسنى عائلته باش يعطيوه ولا شي حاجة. شحال هادي كان بوحدو، اما دابا عنده اسرة وخصو يتحمل المسؤولية ديالو، وحيت ما عنده شي خدمة قارة بدا كيفكر في يسرق، وهادشي اللي كان اتفق مع نسيبو باش يقلب عليه على شكون اللي يشري التراكتور بعد ما سرقو. لكن كيف سرق هاد التراكتور وقتلو الضحية مسكين؟ ما تمشيو فين؟ هالجواب سيكون في الطريق، وشكرا على حسن الإصغاء والتتبع واللي عطيتونا ودنيكم، وخليكم معنا حتى الاخر الفيديو. في ذلك النهار عيط هاد السيد على صاحبه، وهاد الصاحب قديم هو كيصلح كهرباء ديال الدرجات النارية الموتورات، اتفقوا بجوج على سرقة مول الفيرما حيت عارفين انه كاين تما التراكتور وكاين شي موتور واحد اخر، وزادوا معاهم حتى شي واحد ثالث، مشاو لفين هو التراكتور ومولاه الضحية كان ناعس في البيت ديالو، جاو بغتوه بجوجهم، جوج منهم بغتوه وتكلفوا به، كتفوه من رجليه وداروا له الشيفون في فمو، وداو التراكتور والموتور ومشى وخلاوه كيواجه المصير ديالو، حتى وصلهم الخبر ديال الوفاة ديالو في اليوم الموالي. كانوا كيعتقدوا انهم قطعوا الواد ونشفوا رجليهم كما كيقولوا المغاربة، ساعة الروح عزيزة عند الله، والعثور على التراكتور فتح للجدارمية واحد البيست مهمة باش يوصلوا ليهم ويفكوا لغزة الجريمة البشعة اللي راح ضحيتها ديك المتقاعد الله يرحمه. شكرا اللي تبعتوا الفيديو حتى الاخر، وانا شاكر لكم على ذلك، وشكرا لمتتبعينا متتبعاتنا لقناة موروكن كريم تي في الجريمة المغربية، وانتم مشكورون على التفاعل ديالكم وابداء الملاحظة واثار القصص بالمعلومات اللازمة. بالنسبة للناس اللي كيكتشفوا القناة لأول مرة، مرحبا بكم، وعلى الراس والعين ديروا يديكم معنا، تابوناو شجعونا باش تستمر القناة ونقدم واحد المحتوى نتمناه يكون في المستوى ويرق لكم ويكون في مستوى التطلعات، ويكون فيه نصائح وناخذ منه الدروس والعبر كي لا تتكرر مثل هذه الجرائم البشعة. وإلى فرصة لاحقة دمتم أو في القناة، ودامت لكم الأفراح والمسرات.